طلاب بالصف الاول الثانوي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سينيورينا رايده، هنبدا مع بعض ان شاء الله منهج الايطالي ولا ثانوي. ما تقلقوش خالص من الايطالي، لو انت مش مظبط حاجه من الترم اللي فات مفيش حاجه هنجيبها كده ونقولها مره واحده، لا احنا هنبدا ان احنا نجيب الحاجات اللي وقع منك تاني وهنعيد عليها. اتمنى ان يكون ترم لطيف معانا وتكونوا يعني تستفادوا منه باذن الله. هنبدا معانا بقى الوحده الاولى في الترم الثاني، هي الوحده الاولى بالنسبه لكم انتم مكمل، بتبقى ايه 3 واحد في الترم الاول و3 واحد في الترم الثاني. 3 واحد في الترم الاول مش هنرميهم، الايطالي هيمشي ستيب باي ستيب كده، هتمشوا يعني ايه، هتفضلوا واللي خدتوه مش هترموه، لازم هيبقى معانا، لان هو ايه بيبقى ماشي. مثلا انت خدت الترم الاولاني بريزنتك، الترم ده هيبقى بيزود لك بس حاجه صغيره عليه، مش بيلغي اللي فات، يعني ما بيلغيش اللي انت اخدته اللي فات، لكن لا بيزود لك حاجه صغيره على الزمن اللي انت اخدته. فاللي انت اخدته مش هيترمي، احنا الحاجه اللي انت اخدتها ما تقلقش، لو ما كنتش بتاخد درس يعني هنعمل تاني عليها ريباستو، هتاخده تاني، ومش هنقول حاجه كده مره واحده مفاجاه، لا هنجيب المرتبط بيها. نبدا مع بعض ان شاء الله بقى اول وحده اللي هي بعنوان دي دوفي ساي، من اين انت. انت كل سنه اولى تفضل ماشيه معاك ان انت تعلمك ان انت ازاي تقدم نفسك، وكل الحاجات دي هتبدا ان انت ازاي تخرج من سنه اولى ازاي تقدم نفسك. فعنوان الوحده اللي انا قلت لك بتاعتنا النهارده اللي هي دي دوفي ساي. نبدأ مع بعض إن شاء الله نقرأ الكلمات، نظامنا الأول نقرأ الكلمات، الكلمات دي تحفظها كويس جدا عشان زي ما احنا دايما بنقول بتخدمنا في التيمة وبتخدمنا في الإيميل. بعد كده ندخل بقى على جزء الجراماتيكا بتاعنا اللي احنا هنبدأ نشرحه ونتدرب عليه، وهيبقى معاك أسئلة، فهتبقى خارج يعني من السيشن دي كل حاجة بإذن الله متظبطة. يلا بقى نبدأ نقرأ الكلمات مع بعض إن شاء الله. لي بارولي اللي هي الكلمات، عشان بس اقول لك حاجه تساعدك معايا في الكلمات، ما تحسش ان كم الكلمات كبير او صعب انك تحفظه او تذاكره. الايطالي لغه موزيكالي، كل حرف بتنطقه بتكتبه، يعني كل حرف انت بتنطقه من بقك بتكتبه، فلو حضرتك مش متعلم نطق الحروف صح هتلاقي صعوبه شويه في حفظ الكلمات. فلو انتوا عايزين حاجه تساعدكم في حفظ الحروف، ممكن في اللايف بتاعنا نقرا الحروف تاني مع بعض ونتعلم نطق الحروف تاني، بس النطق كل حرف بنطقه في الايطالي بنكتبه، فلو انت عارف نطق الحروف صح هتحس ان الكلمات معاك ماشيه تمام وسهله ما فيهاش اي حاجه. تعالوا نشوف ده، ابي تاري، ابي تاري، لو انت بقى يعني عارف النطق صح مش هتلاقي فيه صعوبه خالص. ابي تاري، ابي تاتسيوني، اني تشنترو، اني تشنترو، فوري تشيتا، فوري تشيتا، فيرنسا، فيرنسا، فيورنتينو، فيورنتينو، ستودياري، ستودياري، ستوديو، ستوديو، كوي، كوا، كوي، كوا، ميزة، كلمة ميزة من الكلمات اللي آخرها إيه بس هي مسكيلة، ستيمانا، ستيمانا، بريفيريري، بريفيريري، جاي منها بريفيريتو، بريفيريتو، بارتيري، ترينو، ترينو، أوتو، كلمة أوتو اختصار لأوتوموبيل، هي فيمينيل بتاخد في الأرتيكول إلا أبوستروفو، انتليجنتي، انتليجنتي، كاستانو، كاستانو، دي أوريجينه، دي أوريجينه، كياماري، كياماري، دورميري، دورميري، أوشيري، أوشيري، تيستا، تيستا، فيزو، فيزو، نازو، دي من أجزاء جسم الإنسان اللي هي الوجه، بوكا، بوكا، أوكيو، أوكيو، وآخر كلمة عندنا أوريكيو، أوريكيو يعني الأذن. لحد كده الكلمات، انت زي ما انا قلت لك النطق بتاع الكلمات لو بتاع الحروف لو متظبط معاك مش هتلاقي اي صعوبه خالص في حفظ الكلمات، انت يا دوب هتنطقها فهتعرف ايه يعني تبص عليها مره تنطقها تعرف تكتبها على طول مش هتلاقي فيها ازمه. فنصيحتي في حفظ الكلمات نراجع اللتر النطق بتاعها كويس جدا ونتعلم نطقها كويس عشان ما ناخدش مجهود كبير في حفظ الكلمات. الايطالي عموما كله مذاكرته لو نص ساعه هتلاقي الدنيا اتلمت معاك. طيب هناخد ايه بقى تاني النهارده؟ الانتروجاتيف. الانتروجاتيف انت خدتوها الترم الاولاني بس احنا لازم نقولها، لان طبعا الانتروجاتيف اللي هي ادوات الاستفهام لما اجي احل القطع لازم يبقى فيه ادوات استفهام فيها، لما اجي احل السؤال التيمة لازم يبقى فيها انتروجاتيف سؤال، لما اجي احل طبعا سؤال الايميل لازم يبقى فيه انتروجاتيف اللي هو سؤال. ففي كلتا الاحوال لازم الانتروجاتيف تبقى عارف معنى كل اداه استفهام معايا معناها ايه وبتسال عن ايه، ولما اجي اجاوب عنها بشيلها واعوض عنها بايه. فتعالوا نشوف ده بقى كده مع بعض. ادوات الاستفهام اسمها الانتروجاتيفي او الانتروجاتيفي، ماشي. اول اداه استفهام عندنا اللي هي كومه، كومه بتسال عن كيف، يعني الحاجه دي حصلت ازاي او بمعنى برضو ما، يبقى كومه بتيجي بمعنى كيف او بتيجي بمعنى ما. زي ايه؟ زي كومي تي كيامي، كومي تي كيامي، كومي تي كيامي يعني انت اسمك ايه، تمام. كومي او لو هسال عن حد مش موجود معايا بقول له كومي سي
كياما. سي وكلمة كياما بتتصرف مع لوي ولي، يبقى كومي تي كيامي يعني ما اسمك، لو هسأل حد مش موجود كومي سي كياما ماشي. كومي ستاي، كومي ستاي هنا جايب معنى ايه؟ كيف، لكن هنا جايب معنى ايه؟ ما، هنا ما اسمك لكن هنا جايب معنى كيف حالك. يبقى كومي بتسأل عن الكيفية او ما بتسأل عن اسمك ايه يعني في كومي تي كيامي. دوفي بتيجي بمعنى اين، يبقى انا بشوف دوفي في السؤال بشيلها وبحط مكانها مكان ماشي. عندي سؤالين مشهورين جدا، دي دوفي ساي هو انت منين، فبتقول سونو لما تيجي تجاوب طبعا في الايميل بقى خدناها الترم الاول، لما تيجي تتكلم عن ناسيوناليتا الجنسيه فاقول سونو واقول مثلا ايجيت سيانو تمام. طيب تاني واحده دي دا دوفي فياني، دا دوفي فياني تقول مثلا فينجو دال كايرو تمام، عشان هتلاقي الحاجات دي موجوده في القطع او في سؤال الايميل هو بيسالك الاسئله دي. طيب معانا أداة تانية اللي هي كي، أنا أول ما أشوف كي معايا في السؤال بشيل كي وأحط مكانها على طول شخص عاقل، يبقى كي بتيجي من؟ للعاقل. بتيجي دايماً للعاقل، أنا أول ما أشوف كي معايا في السؤال بشيلها وأحط اسم عاقل، إزاي يا سينيورينا؟ يعني دلوقتي لما باجي أقول لك كون كي، كون كي يعني من؟ شيل كون وحط لي، شيل سوري كي وحط لي دينو، كون دينو، يبقى أنا أول ما أشوف كي في السؤال بشيل كي وأحط مكانها اسم عاقل، لحد كده الدنيا واضحة؟ طيب عندنا دا كي وانت مغمض، انا قلت اول ما تشوف كي في السؤال بتشيلها وتحط مكانها اسم عاقل، دا كي يعني لمن، سوري دي كي يعني لمن، تبقى دي دينو، دي باولو، دي كيارا، اي اسم انت عايز تحطه شيل كي وحط مكانها الاسم العاقل لان هي بتسال عن اسم عاقل. بعد كده بير كوانتو تيمبو، كوانتو بتسال عن، كوانتو بتسال عن المده، يبقى بير كوانتو تيمبو شيل كوانتو وحط لي مثلا تري امني، تري ميزي، تري جورني، ثلاث ايام، ثلاث اسبوعات، ثلاث سنين، شيل لي كوانتو وحط لي مكانها الرقم بتاعك ماشي. بعد كده كي لافورو فاي، هو عملك ايه؟ فسيادتك بتيجي بقى تجاوب هنا، مثلا هو بيجي ساعات في سؤال الايميل كتير يقول لك ايه كي لافورو فا البادر دي كيارا، هو بيشتغل ايه؟ يبقى فا لانسينيانتي مثلا، عنده هو مدرس، او فا كومين بيجاتو بيشتغل كموظف تمام. يبقى كي لافورو فاي يعني ما عملك، هنشوف كل ده في القطعه اللي بعد كده ونتدرب كويس عليها ونشوف بتيجي معانا بالشكل عامل ازاي. طيب كلمه كواله، كواله بتيجي للاسم يعني بتيجي تسال عن حاجه مفرد عكس يعني عكسها اللي هي الجمع كوالي، يبقى كوالي الاسم المفرد، ما بقول لك ايه كوالي لا توا ناسيوناليتا، هو انت جنسيتك ايه؟ فتقول لي برده سونو جيسيام، انا هنا بسال عن حاجه مفرد، عكسها كوالي لما تيجي تسال عن حاجه جمع. طيب بعد كده كوانتو، كوانتو بتيجي تسال عن كم للعدد، كم للعدد، لما تشوف انت كوانتو في السؤال بتشيلها برده وتحط عدد، يبقى زي ما احنا لسه قايلينها اللي هي مثلا بير كوانتو تيمبو مثلا اللي هي السؤال اللي احنا لسه قايلينه، يبقى بير تري اني، بير تري ميزي، يبقى كوانتو بتسال عن العدد. السؤال المشهور عنها اللي هي كوانتي اني، كام سنه، فتقول لي مثلا تري اني اكشينكو اني، خمس سنين اللي انت عايز تقوله. بعد كده كواندو، كواندو خد بالك من كوانتو بالتي، كوانتو بالتي وكواندو بالدي، كوانتو بالتي احنا قلنا بتسال عن العدد، كواندو اللي هي بتدي بتسال عن المده، متى كواندو، كواندو فايا سكولا، انت بتروح امتى المدرسه تمام، يبقى بتسال عن متى. بعد كده اللي بعدها اللي هي بركي، بركي بتيجي تسال، بركي بتيجي تسال عن السبب ماشي. بركي مثلا فايا سكولا، انت ليه بتروح المدرسه، بركي وانت تقوم قايل في الاجابه، بركي والاجابه تمام، يبقى بركي بتيجي تسال عن السبب ماشي. بعد كده كي اورا سونو، كي بتيجي هنا تسال عن غير العاقل، كي اورا سونو احنا الساعه كام، فتقول لي مثلا سونو لاتري ماشي، او سونو لدو يعني الساعه 2 او الساعه 3 ماشي. كمل الادوات بتاعه الاستفهام كبيره، مش لازم تعرفها كلها مره واحده، وكمان مش لازم تعرف لي كلها اجابتها ايه، اهم حاجه عندي تبقى عارف هي بتسال عن ايه تمام، عشان لما تيجي في التيمة او تيجي في الايميل او تيجي اهم حاجه في القطعه تبقى انت عارف انت بتطلع من القطعه اجابه عامله ازاي. تعالوا نكمل، كي او كي كوزا بتسال عن الشيء بس غير عاقل، يبقى كي وكي كوزا شيء غير عاقل، عكس كي اللي هي بتسال عن شيء عاقل تمام. اكي اورا يعني في اي ساعه، بتشيل كي وتحط مثلا اتري اورا تمام، او الا تري، الا تري على طول الساعه 3 تمام. طيب كوالي بتيجي برضو تسال عن الوسيله، بس ليه لازم يجي قبلها كون، يبقى اقول لك ايه لما باجي اقول لك كون كوال ميتزو، كون
كوال ميتزو بتشيلي كوال وتحطي لي مثلا كون il treno. il treno تشيل كوال اللي هي بتسال عن الوسيله وحطي لي مكانها الوسيله اللي انت بتروح بيها اللي هي هو بيقول لك هنا باي وسيله فانت تقول لي اهو تشيل على طول كوال وتحط لي الوسيله اللي انت بتروح بيها كون il treno كون l'autobus. تمام. اخر حاجه اخر حاجه عندنا دا كوانتو تيمبو. دا كوانتو تيمبو احنا متعودين بنشيل اداه الاستفهام يبقى دا كوانتو تيمبو دا مثلا تري عني عايز مثلا يسألك دا كوانتو تيمبو ستوديو الإيطاليانو بقالك كام سنة بتدرس الإيطالي فأنت تقول له دا كوانتو دا كوانتي أني دا تري أني ستوديو الإيطاليانو بقالي 3 سنين بدرس الإيطالية. تمام. يبقى الأدوات الاستفهام لازم تكون على الأقل بس عارف معناها وعارف كل أداة من الأدوات دي بتسأل عن إيه بالظبط. هنشوف يعني هنشوف إحنا أصلا هنحتاجها في إيه بعد كده في القطعة اللي جاية وفي المرة الجاية في الفيديو اللي هتشوفوه المرة الجاية اللي هو أما نيجي ناخد الإيميل. ماشي. تعالوا نقرأ مع بعض كده القطعة دي ونشوف هنحلها ازاي وهنشوف هو جايب عليها أدوات الاستفهام عاملة ازاي. بيقول لك ليجي السيجوانتو تيستو. اقرأ لي التيستو اللي جاي ده وهتحل لي عليه الأسئلة اللي موجودة. تعالوا نقرأه كده مع بعض. أسكولا كيارا انكونترا باولو. في المدرسة كيارا انكونترا باولو قابلت باولو. تمام. ليه اي نووفا اسكولا هي جديدة لسه في المدرسة. باولو كييدي اكيارا سأل كيارا دا دوفي دا دوفي فييني هو انت منين. تمام. هي قالت له لي هي اي دي باري هي من باري ما استا فرنسا هي من باري بس عايشة في فرنسا اللي هي مدينة في ايطاليا. دا دوي ميزي بقالها شهرين. ماشي. ليه بقى بركي احنا قلنا هي بتسأل عن السبب ليه عايشة في فرنسا بقالها شهرين. بركي سو بادري فا لاركيتيتو عشان باباها بيشتغل عشان باباها بيشتغل اركيتيتو اللي هو مهندس معماري. ماشي. ايه لافورا ان اونو ستوديو وبيشتغل في مكتب فيتشينو اسكولا بيشتغل في مكتب قريب من مدرستها. ماشي. لا فاميليا ابيتا فوري تشيتا العائله بتاعتها عايشه بره المدينه. لي برند الترينو بتاخد الترينو. ماشي. اوني جورنو كون سو بادري بتاخد الترينو كل يوم مع باباها. بركي ليه برضو لوي بريفريش الترينو بريفريش الترينو بريفرير يعني يفضل الترينو على اوتو يبقى يفضل بيفضل الترينو على اوتو بيفضل القطر على العربية. تعالوا نحل الاسئلة اللي عليها ونشوف هو بيقول ايه. اول حاجه ماشي دي دوفي اي كيارا حضرتك انا لسه قايله فوق دوفي بتسال عن ايه بتسال عن المكان هو بيقول لك دي دوفي اي كيارا هي منين احنا قلنا فوق ان هي منين قلنا من باري بس عايشه في فرنسا لي اي دي باري ما استا فرنسا هي من باري بس عايشه في فرنسا يبقى هي اي دي باري. تمام. طيب كون كوال ميتزو سو بادري فا اللافورو هو بيروح العمل بتاعه بايه؟ مش احنا قلنا في اخر سطر فوق لو نزلنا شويه صغيرين خالص كده قلنا سو بادري بريفريش الترينو اللاوتو هو بيروح بالترينو عشان هو بيفضله عن العربيه يبقى هو بيروح الشغل بتاعه بايه؟ تبقى كون لاوتو سوري كون الترينو كون الترينو عشان هو بريفريش الترينو على لاوتو. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. انت بقى لو حافظ كون كوال ميتزو على طول اللي هي بتسال عن الوسيله باي وسيله انت تبقى عارف لو عارف فوق على طول ان دوفي بتسال عن المكان هتبقى عارف انت طالع القطعه تدور على اي اجابه بالظبط. تمام. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. كومي لافورا لافورو كي لافورو فا البادر دي كيارا هو بيشتغل ايه احنا قلنا فوق فا لاركيتيكتو اللي هو المهندس المعماري يبقى فا لاركيتيكتو هو بيقول لك هنا فا الميديكو طبيب ولا فا الاستودنت هو لسه طالب ولا فا البروفيسور يعني مدرس جامعي ولا فا لاركيتيكتو اللي هو المهندس المعماري يبقى فا لاركيتيكتو. طب ده كوانتو تيمبو كيارا ايه افيرنسا قال لك ان هي فوق قايل في القطعه ان هي كانت في فرنسا بقالها شهرين يبقى ده دو ميزي ده دو ميزي احنا لو عارفين ده كوانتو تيمبو بتسال عن ايه هطلع على طول فوق في القطعه اشوف هي بتسال عن ايه. حضرتك عرفت دلوقتي لازم الادوات الاستفهام اللي احنا اخدناها او اللي احنا عملنا عليها ريبص ومراجعه لازم تبقى معانا عشان برضو لسه في الايميل انت اللي هتجاوب بايدك عن اداه الاستفهام دي.
طب نحل اخر سؤال بقى، بركي كيارا ايه افرنسا؟ قال لك ان هي فرنسا ليه؟ اول حاجه بركي كيارا، بركي السؤال هو بركي كيارا ايه افرنسا، بركي اما فرنسا، لا هو ما قاليش ان هي بتحب فرنسا فوق، بركي لافور دو سو بادر هنشوف ده دلوقتي، بركي كامبيا سكولا عشان غيرت مدرستها، ولا بركي فيفا فيلا سوولا عشان هي حابه تعيش فيها. تعالوا نشوف هي قايله ايه. اهي ماستا افرنسا دا دو ميزي بركي سو بادر فار الكتيتو، عشان ابوها بيشتغل الكتيتو اللي هو مهندس معماري، يبقى هي عايشه في فرنسا بقالها شهرين. تمام، فرنسا مش اللي هي فرنسا، فرنسا دي اللي هي قريه مدينه اسمها البندقيه في ايطاليا. طيب عشان شغل باباها يبقى كاوزا ديل سو ديل لافور ديل سو بادر، يبقى اللتر بي اللي هو قال لك ايه فيها بركي، بركي لافورو ديل بادري بسبب شغل باباها، يبقى اللي هي لتر بي دي اللي هي بركي لافورو ديل بادري. احنا حلينا القطعه على الانترجاتيف على ادوات الاستفهام، مش يعني مش رفاهيه انك تحفظ ادوات الاستفهام، لا انت لازم تحفظها عشان تبقى عارف انت طالع القطع فوق بتدور عن ايه، وما نحلش كده كوليشن كاش بالحب يعني، لا احنا نبقى عارفين الاداه دي معناها ايه ونحل عليها. تمام، وهنحتاج زي ما انا قلت قدام برضو تاني. خلصنا كده ده، نبدا بقى ندخل على جزء الجراماتيكا اللي عندنا. انا قلت لك ان انا مش هجيب لك الحته الجديده اللي هو حاططها لك في الدرس بتاعنا واقول لك خلاص هي دي واعتمد ان انت عارف القديم، لا انا هجيب لك القديم معانا برضو واشرحه لك عشان يبقى انت الدنيا ماشيه معاك يعني مترتبه ما تحسش ان انت تايه مني. طيب الجراماتيكا بتاعتنا كانت عن ايه؟ كانت عن البريزنت. البريزنت الاول بريزنت انديكاتيف، عشان لو شفتها بالشكل ده او بالشكل ده بيتكلم عن زمن المضارع الاخباري، زمن المضارع عموما. انا لما باجي اتكلم الاول عن زمن المضارع اللي هو الفيربي في الايطالي بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى ليه ثلاث اشكال، يا اما الفعل بينتهي بآره، يا اما بينتهي بإيره، يا اما بينتهي بإيره. يعني ايه؟ يعني اخره يا اما بارلاري اخره آره، يا اما اخره آره، يا اما اخره ايري، يا اما اخره ايري. يعني مفيش غير الثلاث اشكال دول. هي الفعل في الايطالي لازم يبقى اخره ثلاث نهايات دول، اللي هي اري او ايري او ايري، ثلاث نهايات دول. طيب انا لما بلاقي الثلاث نهايات دول بعمل فيهم ايه؟ بشيل النهايات اللي هي الديزينانس اري وايري وايري وبحط نهايات معينه. تعالوا بقى نشوف طريقه التصريف دي مع بعض دلوقتي. انا عندي طبعا اول حاجه ضمير الفاعل عندي، اصل الفاعل عندي في الايطالي بيبقى ليه شكلين، يا اما ضمير زي ده اللي هي ايو تو لو يولاي ونايو فوي ولورو، يا اما انا رايده انت احمد محمد هكذا، ده الفاعل بالنسبه لي في الايطالي، يا اما اسم حد صريح، يا اما برونومي اللي هي ايه ضمير فاعل. تمام كده. طيب ايو اللي هي انت، ايو اللي هي انا، طبعا الترجمات بقى انتوا تبقوا عارفينها، انت هو وهي نحن انتم وهما. طيب ادي ضماير السته اللي عندي في الايطالي اللي انا بصرف معاهم الفعل. انا دلوقتي لو عندي فعل بينتهي بآري بشيل آري، تمام، وعندي دي اير راديتشا الاصل بتاعها اللي هي بارل، بارل دي، وبحط النهايات اللي هي بالاحمر دي، يبقى بارلو بارلو، بحط او مع ايو، بارلي اي مع تو، بارلا مع لوي ولي، بارلي يامو ايامو مع نوي، بارلاتي مع فوي، بارلانو مع لورو. يبقى انا بشيل آري وبحط النهايات اللي هي بالاحمر دي. طيب مع برندري اللي هي بينتهي بايري بشيل برضو ايري وبحط النهايات او اي ايه، هنا بقى الاختلاف هو خد بالك ايامو، وهنا برضو اختلاف هو ايتي واونو. تمام، يبقى برندو برندي برندي برنديامو برنديتي برندونو، وهكذا برضو في اخر حاجه معايا اللي هي ايري بشيل ايري وحط برضو نفس النهايات او، مش نفس النهايات، بيختلف في تو، بيختلف في لوي ولي وفي اول فوي. بارتو بارتي بارتي بارتيامو بارتيتي بارتونو. يبقى انا لما بيبقى عندي الثلاث افعال بالشكل ده بشيل النهايات بتاعتهم واضيف النهايات اللي هي بالاحمر اللي موجوده قدامي دي، او اي ا يامو اتي انو، وهنا برده نفس الشيء. ماشي، ادي اول حاجه تصريف الفعل. انا بسم الله الرحمن الرحيم شفت فعل قدامي ابقى عارف بصرفه ازاي. دي حاجات انت اخذتها وامتحنت عليها الترم الاولاني. تمام، هل هسيبها؟ لا ما سبتهاش، اديني قلتها عشان ادخل على الجديد بتاعي انا اشوف يعني الحاجات الجديده بقى انا هضيف لها ايه. لحد كده الدنيا تمام. انا قلت اول حاجه الايطالي عندي فعل ليه ثلاث اشكال بينتهي بار اير اير، بشيلهم واضيف النهايات بتاعتي اللي انا لسه قارياهم دي مع ضمائر الفاعل اللي هي انا وانت ونحن وهو وهي وايه وهما. تمام، تعالوا بقى ندخل على اللي بعد كده.
بص يا سيدي، انا كنت بقول ان هو ليه ثلاث اشكال، اري واري وايري. انا دلوقتي هقول حاجه صغيره بس كده على ايري دي، عليها ملحوظه هقول عليها دلوقتي حاجه صغيره كده ضيف لها بقى حاجه جديده. اللي انا هقوله ده خدناه قبل كده؟ لا ما خدناهوش قبل كده، فنركز فيه بقى عشان اللي كان ايه نايم ان انا بشرح حاجه قديمه يفوق معايا دلوقتي. طيب ملحوظه على المجموعه الثالثه، بالمناسبه دي مجموعه اولى، دي مجموعه ثانيه، دي مجموعه ثالثه. انا بتكلم دلوقتي عن المجموعه الثالثه اللي هي بتنتهي بايه؟ بايري. دلوقتي انا هقول ملحوظه على على المجموعه الثالثه اللي بتنتهي بايري. في بعض الافعال في المجموعه الثالثه بنحط لها مقطع ايسك، تمام؟ عشان هي عشان الصوت، هي يعني عموما لو المبرر بتاعها فهو المبرر بتاعها صوتي يعني، فاحنا بنحط لها مقطع ايسك، تمام؟ قبل النهايات بتاعتنا اللي انا لسه قايلها فوق، ما عدا مع نوي وفوي. طب ايه انت قلتي؟ انا مش فاهم حاجه، هقوله تاني وبعدين هنبص تاني على اللبانيا على السبوره، ماشي؟ في مجموعه اللي بتنتهي بايري اللي هي مجموعه ثالثه، في بعض الافعال فيهم بنحط لهم مقطع ايسك قبل النهايات اللي انا لسه قايلاها دي. شفتوا النهايات اللي بالاحمر دي؟ احنا بنضيف قبلها هنا ايسك. طب ايه هي الافعال دي؟ احنا مش عارفينها واحنا كده بنتلخبط. لا مش هنتلخبط، احنا هنحفظ الكام فعل اللي عندنا، تمام؟ وهنشوف بيتصرفوا ازاي قبل النهايات اللي انا لسه قايلها دي، ما عدا مع نوي وفوي. طب تعالوا نشوف ده ازاي. اقرا لكم اللي موجود. ملحوظه على المجموعه الثالثه ايري، هناك بعض الافعال في المجموعه الثالثه تاخذ مقطع ايسك قبل وضع النهايات مع كل ضمير ما عدا نوي وفوي. ومن هذه الافعال هاخد اذن بي فيرب بريفريري. تعالوا نشوف اصلا بريفريري هنصرفه ازاي. بص ادي بريفريري بينتهي بايري، مش مفروض بشيل بقى اول حاجه المقطع ايري ده اللي في الاخر، صح كده؟ ومفروض كنت بحط او اي اي يعمو ايت وبحط اونو. ادي النهايات اللي انا علمت لك عليها دي اللي احنا المفروض كنا بنحطها. المفروض بقى المره دي كمان بريفريري، انا قلت بياخد ايسك، اديني حطيت ايسك قبل ايه؟ قبل النهايه مع كله ما عدا نوي وفوي، هم مفيش ومعلول. يبقى بريفريسكو، بريفريشي، بريفريشه، بريفريامو، هنا مفيش ايسك، بريفريته، بريفريسكونو. يعني دلوقتي انا قلت لك ان في افعال معينه، هقول لك دلوقتي كل الافعال اللي هي بتاخد اسك دي عشان ما تلخبطش. في افعال معينه من مجموعه ثالثه اللي هي بتنتهي بايره بتاخد مقطع اسك. بنحط مقطع اسك ده فين؟ اللي انا علمت لك عليه باللون اللافندر ده اللي هو قبل النهايات اللي انا لسه قايلها فوق. مش انا قلت فوق احنا بنحط الاو والاي والاي، تمام؟ يامو ايتي واونو. حط اسك اللي هي الاي اس تشي قبل النهايات اللي انا قلتها دي، تمام؟ طيب نصرف واحد احنا كده في الجنب هنا. عندي فيربو اسمه كبيره، ادي بينتهي بايري اهو، شيل لي ايري، نزل لي ال الراديتش الاصل، ادي اهي ست، ادي اتنين اربعه خمسه، وادي الست. حط لي النهايات اصلا اللي احنا قلنا عليها، ادي الاو، ادي الاي، ادي الاي. احنا قلنا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، استنى اضيف لك واحده بس كمان. ماشي تعالى بقى، ادي الاو ادي الاي، وهنا نوي وفوي احنا قلنا ما بياخدوش، ماشي؟ وادي الاخيره اونو. انا قلت بحط مقطع ايسك قبلها اهي، هنا يبقى نوي وفوي ما بياخدوش، وادي مقطع ايسك. ننطقه بقى كده، كابيسكو، كابيشي، كابيشي. وهنا بقى نحط ايامو على طول عشان احنا قلنا مش بتاخد، يبقى كابيامو وكابيتي وكابيسكونو، تمام كده؟ يبقى احنا بنحط الراديتش بتاعتنا الاصل، وادي النهايات اللي احنا قلنا حافظينها اصلا فوق هي بتتحط، وبعد كده نحط مقطع اسك قبل النهايات اللي انا لسه قايلها دي، تمام؟ هنشوف بقى الافعال دي اصلا هي ايه. الافعال دي زي فيربو كبيره، زي فيربو بوليره، زي فيربو بريفريره، زي فيربو كوسترويره. الافعال اللي هم بياخدوا اسك هم مش كتير، زي بريفريره وكبيره اللي انا لسه قايلاه، وبولير اللي هو ينظر، وكوسترويره وسبديره، تمام؟ اللي هو ينشر ويرسل، سبديره يرسل، وكوسترويره اللي هو يشيل. هنشوفهم طبعا في الازمبي الحل اللي احنا هنحله اكتر، واللي انتوا يعني هتشوفوا ازمبي كتير عليها مش لاقوا الموضوع بالنسبه لكم صعب، ماشي؟ اول حاجه بالنسبه لي دلوقتي قبل ما ادخل على التدريبات، ان ده اهم حاجه لازم يبقى واضح. انت خد مثلا ازمبي على فعل من الافعال دي وليكن كبير اللي انا لسه كاتباه، اكتبه انت بايدك وشوف انت هتفهمه ولا لا، تمام؟ ندخل بقى على الحل. طيب ادي باول واحد قلت لك عليه، هكتب لك الاصل بتاعه جنبه كده عشان تبقى انت عارفه ضيفه عندك. ده فيربو بوليره يعني ينظف،
ماشي. بولير بياخد اسك، انت عارف دلوقتي وحافظ ان بولير بياخد اسك. طيب تشالير لا سبوستا كوريتا، اختار الاجابه الصحيحه. لا ماما نقط لا كازا اوني جورنو، هو انا عايز اقول ان هي بتنظف البيت كل يوم. طيب لا ماما بيتصرف مع ايه؟ مع لوي ولي، اللي هي ترسا بيرسوني سنجولار، لوي ولي اللي هي كان بياخد ايه؟ كان بياخد بوليش، اللي هي كان بينتهي بايه صح كده؟ كنا بنحط بوليش اسك اهو ومعاها ايه، يبقى بوليش ماشي. ادي الاصل بتاعي الفيرب اهو، فيرب بولير اللي هو ينظف وبياخد اسك. طيب عادل، عادل وبعدها فيرجولا، اي اسم مفرد، اي اسم مفرد وبعده فيرجولا بياخد تو، اي اسم مفرد بعده فيرجولا معناه كده ان انا بكلمه هو يبقى بياخد تو، بيتصرف مع تو. طيب جوكاري اكالتشو او اتنس، انت بتحب تلعب، بريفيرير احنا لسه واخدينه فوق اللي هو فيرب بريفيرير كاتبين الاصل بتاعه، انت بتفضل تلعب كره قدم ولا تنس؟ طيب شكل الفعل بريفيرير مع تو بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بريفيريشي، بيبقى اخره ايه ومقطع اسك قبلها تبقى بريفيريشي، هو انت بتفضل تلعب كره القدم ولا التنس؟ طيب تعالوا ندخل على اللي بعدها، ادي ثالث جمله. الفعل هنا عندي اللي هو فيربو كبيرة يعني يفهم. طيب فرانشيسكو نقط مولتو بين الايطاليانو ماشي، كابيسكو ولا كابيشي ولا كابيامو ولا كابيشي، اسم مفرد مفيش بعده فيرجولا اصرفه مع لوي ولي عادي تمام، لكن لو بعده فيرجولا تبقى تو، هنا مفيش بعده فيرجولا تبقى مع ايه؟ مع لوي ولي، يبقى كابيشي. طيب ايو ات جوليا، انا وجوليا، انا وحد يبقى نوي، انا وانت يبقى نوي على طول، ما دام ايو مع اي اسم تاني يبقى صرفها مع نوي. طيب بين الانجليزي برضو هنا الفيربو فيربو كبير بياخد اسك، انا قايله فوق قبل ما انزل ان الافعال اني افعال بالظبط اللي بتاخد اسك، يبقى هنا ايو ات جوليا نقط بين الانجليزي يبقى المفروض ايه؟ كابيامو. طب هي كابيامو كانت بتاخد اسك، نوي كانت بتاخد اسك، لا ما بنحطش اسك مع نوي تبقى كابيامو تمام. نشوف أسئلة عليها تاني. أليسيا، أليسيا نقط إيكومبتي ألا سي، الفيربو هنا فيربو فينيري، فينيري بياخد إسك؟ أه بياخد إسك. يبقى إحنا دلوقتي شفنا فيربو كبيرة، شفنا فيربو بوليرة، شفنا فيربو بريفيريرة، وشفنا فيربو فينيري، كل دول بياخدوا معايا إيه؟ إسك. طيب أليسيا اسم مفرد مفيش بعده فيرجولا تبقى لوي ولي، لوي ولي عادي. لو في فيرجولا بس هي اللي تبقى تو، هنا اسم مفرد مفيش فيرجولا تبقى لوي ولي. طيب بريفيرير، بريفيرير مع 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 افعال اللي هي بتاخد اسك بينتهي بايرو بياخد اسك، طيب بيبقى شكله عامل ازاي مع لوي ولي؟ بتبقى فينيش تمام. طيب هنا نفس الشيء اللي هو فيربو بوليره، الجمله اللي احنا لسه حالين شكلها فوق، لا ماما نقط لا كاميرا، لا ميا كاميرا بتنظف اوضتي، فبرضو اسم مفرد مفيش فيرجولا تبقى لوي ولي، يبقى شكلها عامل ازاي؟ يبقى بوليش ماشي. الموضوع مش صعب خالص، هو احنا بنحط مقطع اسك قبل النهايات اللي احنا عارفينها. دلوقتي خدنا فيربو كبيره بريفيريره وخدنا فيربو فينيره وبريفيريره تمام، يعني هتلاقي كل ما انا بقول بوليره، بوليره لسه واخدينه برضه وقلنا فوق، يعني الافعال دي كلها انت كتبها عندك، دي الافعال اللي هي بتاخد مقطع اسك ماشي. طيب نكمل. باولو اي تو، باولو اي تو، انا قلت لك فوق انا واي اسم يبقى نوي، طب باولو تو اي اسم مع تو تبقى فوي انتم تمام. باولو اي تو نقط توتو، احنا قلنا فوي ونوي ما بياخدوش اصلا اسك مع مع الحاجات اللي بتنتهي بايه، حتى لو الفعل بياخد اسك نوي وفوي ما بياخدوش اسك خالص، يبقى كابيتي تمام. ايو ات جوليا، هي جت هنا تاني اهي، انا وجوليا نقط لا كازا اوني اوني سابتو، المفروض هننظف احنا، هننظف اوضتنا بننظف اوضتنا كل سبت. طيب بوليتي لا دي فوي، بوليسكو دي مع ايو، بوليسكو نو مع لورو، انا دلوقتي عايزه نوي، هتبقى اخر حاجه خالص اللي هي بوليامو اللي هي دي ماشي. طيب لاركتيتو، لاركتيتو احنا لسه الاسم ده واخدينه فوق اللي هو مهندس معماري، اسم مفرد مفيش فيرجولا يبقى ايه؟ لوي ولي نقط لا كازا، ادي الفيربو اللي انا قلت لك عليه فوق برده، وانا بقول لك الافعال كلها اللي هي فيربو كوستروير اللي هو يشيد بيتكتب كده بينتهي بايري هم، يبقى لاركتيتو برده مع لوي ولي تبقى كوسترويش. طيب اخر حاجه انا كنت بقول لك فوق، اي اسم مفرد بعده فيرجولا بتبقى تو، طب اي اسم مفرد بعده فيرجولا، اي اسم سوري جمع بقى بعده فيرجولا تبقى فوي، يبقى اي اسم مفرد بعده فيرجولا تو صرفه مع تو، اي اسم جمع بعده فيرجولا
تبقى فوي. هنا راجاتسي بعدها هي الفيرجولا، الفيرجولا اللي هي الفاصله دي. اي كومبيتي اي بوي اوشيتي، نظفوا اوضتكم الاول وبعد كده جاي خلصوا واجباتكم الاول وبعد كده اخرجوا. تبقى المفروض اصرفها هنا قلت لك مع ايه؟ مع فوي اللي هي بتنتهي بايتي، ما بياخدش اسك مع نوي وفوي، تبقى فينيتي. يبقى دلوقتي اللي انا قلته او اللي انا ضفته جديد على اللي انتوا واخدينه اصلا قبل كده، ان في افعال في المجموعه الثالثه اللي بتنتهي بايري بتاخد مقطع اسك. طب ايه هي الافعال دي؟ اللي هو فيربو كبيره، بريفيريره، بوليره، كوسترويره اللي هو يشيد، واخر حاجه اللي هو فيربو فينيره، وعندي فيربو خامس اللي هو سادس فيربو اسبيديره اللي هو يرسل. يبقى انا عندي الست افعال دول من الافعال اللي هي بتاخد مقطع اسك عند قبل النهايات اللي انا المفروض بحطها مع مجموعه ثالثه اللي هي بتنتهي بايره. طيب الدرس هي دي الحته الزياده فيه، هي دي الحته الزياده فيه، اتمنى ان انتم تركزوا بس عليها، ان انتوا تبقوا شايفين بس ان انتوا تحطوا النهايه بتاعتكم اللي انتوا متعودين عليها، وتحط قبلها بس مقطع اسك ولا اكتر ولا اقل، ما عدا مع نوي وفوي. هينزلوك طبعا بنك الاسئله على الدرس ده تحلوا عليه اكتر. الموضوع مش صعب، انا ما ضفتش غير حاجه صغيره خالص بس هي اللي جديده بالنسبه لنا. انا كده خلصت، انا كده خلصت. المره الجايه باذن الله عشنا وكان لينا عمر هناخد مع بعض، هنكمل البارول اللي احنا اخذناها الكلمات، بعد كده هناخد بقى تكمله الجراماتيكال المفروض متبقيه، ولو كان في وقت هناخد التيما والايميل والسيتواسيوني اللي هي المواقف. مفيش وقت هيترحلوا لفيديو تاني. تمام، انا كده خلصت، اتمنى تكون حاجه كل حاجه بالنسبه لكم واضحه. اشوفكم باذن الله لو سواء في اللايف او لو في انتوا في حاجه واقفه معاكم في الحل هتكتبوا لي في الشات. خلصت كده كل حاجه. اي توت كويت شي فيديو من الفيديو. تشاو.